ولاية مستغالم وعلى غرار كل ولايات الوطن استفادت من السنوات الأخيرة من عدة مشاريع، أهمها إنجاز وتجهيز مستشفى ماسرة 60 سرير، إنجاز وتجهيز مستشفى ببقيرات 60 سرير، إنجاز وتجهيز مستشفى عشعاشة 60 سرير، إنجاز وتجهيز مستشفى 240 سرير بمستغانم. وبوجود كلية للطب بولاية مستغانم ووجود معهد للتكوين الشبه الطبي سيسمح لنا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء المركز الاستشفائي الجامعي